عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه عاش الشباب عاش الشباب عاش الشباب عاش الشباب بأحلامه وطموحاته عاش الشباب بإصراره وتحدياته عاش الشباب بإنجازاته وأعماله. أعزائي المشاهدين مشاهدي برنامج عاش الشباب، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عاش الشباب. النهاردة بنقدم لكم حلقة مميزة جدا وحلقة مختلفة تماما عن كل الحلقات اللي فاتت، ولكن في بداية حلقتنا النهاردة أحب أرحب بزمايلي في الاستوديو. صباح الخير عليك يا شباب. صباح الخير. معاك إيه النهاردة يا إسلام؟ النهاردة محتوى متميز جدا، بيتكلم عن معنى عظيم جدا، معنى بيتميز في محتوى وبيتميز في الكلمة والفعل، مش كده كمان بس ده بيأثر كمان تأثير نفسي مهم للإنسان إن هو قادر يغيره وينقله من حالة التفكير السطحي إلى العمق الوجداني والسعادة الداخلية. فعلا بيغير حياته من الأسوأ للأحسن وبيعمل تغيير في الشخصية قوي جدا، وده ثواب عظيم عند الله. جبر الخواطر دي هتبقى معانا في فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة، وفي الفقرة الأخرى هنتكلم فيها عن أزمة كبيرة بيعدي فيها كل أب وكل أم في كل بيت مصري، وهي نزول الطفل لطبيب الأسنان. إزاي هنقنع الطفل إنه ينزل لطبيب الأسنان؟ بالظبط كلامك يا اسلام، فعلا جبر الخواطر انك ترجع ابتسامه وتفاؤل لشخص مش مقبل على الحياه، وانك جبرت الخاطر ورجعت ضحكه من اهم حاجه ضحكتنا واهمها ضحكه ولادنا، وعشان ضحكتهم تملى حياتنا لازم اسنانهم تبقى جميله وصحيه. وازاي نحل ازمه نزولهم لطبيب الاسنان؟ ودي اللي هنعرفها في الفقرات القادمه. شكرا لكم يا شباب، وخلونا نروح مع بعض للاحوال الجويه والطقس. الأحوال الجوية في تغيرات فيها الفترة دي، وكمان الجو مختلف وبيبقى الصبح شمس وبالليل في درجة حرارة منخفضة جدا. غير كمان الجو النهاردة كان صعب جدا، يعني البرد، يعني دلوقتي كنا مش متوقعين درجة الحرارة تمام انها تنزل ويبقى في برودة لدرجة ان يبقى في شبورة في الطريق، أدى إلى حادث مروري تمام. فتعتبر كده حاجة لازم احنا منا لازم نتابع الأخبار يوميا بشكل مستمر عشان نعرف بالظبط احنا نبقى عاملين ازاي في الوضع المقبل. وغير الحوادث برضو احنا بنتكلم عن الأطفال، ازاي هنحاول نخليهم يلبسوا، والصبح حر بنلبسه خفيف شوية وبالليل بيبقى برد فبنتقل فيه اللبس، فده برضو بيفرق مع لبس الأطفال، والأمهات بتبقى حيرانة جدا هنلبسهم ايه. ولكن احنا نصيحة لكل الأمهات وكل الأسر ان احنا يبقى معانا يعني زي الجاكيت الاستبن اللي هم وهو منازلين لازم يكون في ايدينا، حتى لو الجو حر بيبقى ساقع برضو بالليل شوية، فبنحاول يعني الطفل يبقى محافظين عليه وعلى صحته. فعلا لازم الواحد يبقى اهتم بالطريق جدا، بحيث ان هو وقت ما يمشي بالسرعه في الطريق لازم يبقى منتبه سواء في امطار او في زحام، يبقى واخد حرصه كامل بحيث ان ما يكونش في اي حوادث قدام تحصل في الطريق، او مثلا يحصل اي مشكله تواجهه في الطريق. وقبل ما نطلع فاصل احب اوجه شكري للاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه، لان هي اللي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نكون قدام حضراتكم على الشاشه، واحب اوجه شكري للاعلامي احمد دياب. انتظرونا في فقرات مهمة جدا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بيكم مشاهدينا بعد الفاصل. النهاردة في فقرتنا الاولى هنتكلم عن ازمة كبيرة بيعدي بيها كل اب وام، أزمة الطفل اللي بيحصل له لا قدر الله مشكلة في أسنانه. إزاي هنقدر ننزل الطفل لطبيب الأسنان؟ بتبدأ رحلة الفزع والعذاب وهو بنقنعه إزاي هننزل بيه لطبيب الأسنان. النهاردة هنتكلم بالتفاصيل العلاجية الطبية عن حل الأزمة دي، وخصوصا إن معايا زميلي الدكتور أيمن تخصص طب أطفال الأسنان، هنعرف منه تفاصيل حل المشكلة بكل جوانبها. هنعرف ازاي يا ايمن ان احنا نقنع الطفل ان احنا ننزله لطبيب الاسنان وهو عنده مشكله في اسنانه. بنبدا اول حاجه بنحاول نهيئه نفسيا بحيث الاهل هم اللي يبداوا يتعاملوا معاه، ان انا ابدا اهيئه مثلا نفسيا بحيث ان هو مثلا الاهل يبداوا يقولوا له مثلا انا عايزك مثلا
تنزل لدكتور السنان هينزل ازاي؟ لازم الام ما تجيش قبلها بفتره تقول له مثلا انا عايز انا لو انت ما سمعتش الكلام انا هنزلك دكتور السنان تاخد حقنه. لا، انا بحاول افك الخوف بتاع الطفل الاول، اهيئه نفسيا بحيث ان هو ينزل لدكتور السنان مرتاح نفسيا. يعني هنقول ان برضو دور الام والاب مهم جدا في البيت قبل ما ينزل العياده. طيب دور الام اللي احنا بنتكلم فيه في التوعيه، ازاي الام بتقدر من طفوله ابنها او من اسنانه اللبنيه ان هي تحافظ عليها؟ هي بايديها اللي بتبدا تنظيف الاسنان لغايه ما الطفل يتعود ان هو يمسك الفرشه بتاعته ويبدا تنظيف اسنانه، فدور الام هنا محوري جدا في البيت. صح صح كلامك يا رشا، الام ليها اهميه كبيره جدا بحيث اهتمام الطفل. اسنان الطفل لما يتعود ان هو صغير يهتم باسنانه هتلاقي الامور ماشيه، ان الطفل مثلا يتعود ان يقول لك لا ده فيها حاجه ذات اهميه، ان انا مثلا اخد الفرشه والمعجون ابدا اشوف ده بيتعمل ازاي، الام تبدا توضح له تغسل اسنانك كذا، تعمل اسنانك كذا، تغسل اسنانك مثلا بطريقه معينه، بالمعجون هنستخدمه كل كام مره في اليوم، هتلاقي الطفل بدا يقول لك ايه لا ده دي فيها مهمه جدا، هيبقى ذات اهميه، اول ما يكبر هيحس باهميه اسنانه من هو صغير لحد وهو كبير. برضو الام والاب ليهم دور في العياده، ان حتى لو حصل مشكله للطفل بننزل بيه للعياده، هنا بتبدا الام بتسحب المخاوف بتاعه الطفل وهو جوه العياده. برضو في معلومه قريتناها على النت عن طب اسنان الاطفال، ان في طفل متعلق بامه اللي هو سنه بيبقى صغير من سن واحد لسن 3 سنوات، الطفل ده بيبقى متعلق جدا بمامته، فاكيد طبعا ليه تعامل مختلف في كل عياده. صح، هو الطفل المتعلق ده ان هو اول حاجه بتلاحظيها في العياده اول ما بيخش لك بتلاقيه واقف جنب والدته او واقف ورا والدته، فده بنتعامل معاه ازاي؟ بيبدا يخش الام بتبدا تخش معاها الطفل، بتبدا تقعد على الوحده اللي هي تبع الدكتور اللي بيشتغل عليها، بيبدا الام بتاخده في حضنها ويبدا رجليها تمسك، يعني بتحضن رجليها بتحضن رجليه وفي نفس الوقت ايديه بتحضن ايديه بحيث ان هي تمسكه، وفي نفس الوقت العلاج يبقى ماشي كويس، تحس ان الطفل هو قاعد بيحس ان هو يعني لسه يعني 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 والدته حضناه وهو قاعد مرتاح، نخلص العلاج بتاعنا وتلاقي الطفل مبسوط ومرتاح ومروح. الطفل ده فعلا بيبقى محتاج لأمان علشان يقدر الدكتور يمارس معاه أساليب تنظيف الأسنان. وفي طفل برضو قرينا عنه معلومة طبية، الطفل كثير الأسئلة اللي هو سنه بيبقى أكبر شوية من 3 سنين، يعني مثلا من 4 ل6 سنوات أو 7 سنوات بيبقى عاوز يعرف شرح الأجهزة وعاوز يعرف إزاي الجهاز ده هيتعامل معايا، هل هيقلمني أو مش هيقلمني، هل هيسبب لي أي وجع ولا لا. الطفل المتسائل ده طبعا بيبقى ليه مع الطبيب يعني شرح كبير واسلوب مختلف جدا جدا. الطفل المتسائل ده دايما بيحب يسالك ايه الاداه دي؟ ايه الاداه دي؟ طب ده بتعمل ايه؟ بتبدا انت تعرفه وتقول له مثلا وليكن دي لو هو طفل لو هو مثلا من عمر ال3 سنين ل6 سنين بيبدا يقول له تقول له ده مثلا ده السبراي اللي زي مسدس الميه، بتقول له ده مثلا الشفاطه اللي بيقدر يشفط زي المكنسه في البيت بتشفط السوسه، ده اللي بينيم السوسه، بس في 3 حاجات لازم يعني بعيد عن الطفل ما يشوفهاش، اللي هو الحقنه البنج او الابره البنج نفسها، لان الطفل اول ما بيشوفها بيجي له حاله هلع. طبعا وعندك الادوات الحاده وبتبعد عنه برضو اي طفل مثلا وليكن ان هو طبعا قاعد يعيط حاجه زي كده، هتلاقي الطفل وهو بيعيط ده هيخاف، هتلاقي الطفل اللي هو المتسائل ده ممكن يخاف، ممكن يقول لك لا انا مش عايز اشتغل انا خايف من دكتور السنان، لا انا ببعد عنه الحاجات اللي بتقلقه. انت برضو يا دكتور ايمن كنت بتشرح لنا مره في موقف عندك في العياده ان بتتعاملوا باشكال يعني مثلا فيها رسوم متحركه، اشكال ماسكات مختلفه، في ان انت بتجذب انتباه الطفل او بتشد انتباهه ان هو يبعد عن الالم او ينسى الالم خالص. حاجه بتشد انتباهه زي ان انا حاطط له مثلا شاشه فوق السقف بحيث ان الطفل وهو نايم على الكرسي يبقى شايف الشاشه وفيها حاجات بتعرض محتوى كرتوني، بيبدا يلهي الطفل بحيث ان العلاج يتم على خير وتلاقي الطفل وهو قاعد مرتاح. انت حاطط له ماسك مثلا في وشك في ابتسامه، هتحس ان الطفل وهو قاعد معاك بيضحك، انت بتهزر معاه بياخد منك يعني المحبه بتاعتك، يعني بص كده يقول لك لا انا بحب الدكتور ده انا عايز اتعامل مع الدكتور ده، هتبدا تالف الطفل على على حب الدكاتره وتمنع عنه الخوف خالص. في سؤال بيطرح على كل ذهن مشاهدينا واحنا بنتكلم النهارده، الطفل اللي عنده تجربه سيئه من طبيب تاني وبيجي العياده عندك يا دكتور، فانت بتتعامل معاه ازاي وهو داخل عنده خلفيه مرعبه من الالات او من الاجهزه بتاعه الطبيب، هتتعامل معاه ازاي؟ اول ما بيخش العياده انت بتعرفهم
من قبل ما يخش انت باب العياده عندك، او ما يخش تحس ان هو في واحد بيعيط بره ودايما قلقان وخايف، فبتبدا الممرضه بتستقبله اول حاجه ابتسامه، فيها ابتسامه بتبدا تستقبله بحنيه بحيث ان هي تبدا تخفي النقطه بتاعه ال الباد اكسبيرينس بتاعت الدكتور اللي قبل كده اللي هو الخبره السيئه بتاعته قبل كده، فتلاقي الممرضه خفت له الجزئيه دي وهو داخل دكتور اسنان ابدا اتعامل معاه. بتعامل معاه ازاي؟ ببدا اجيبه اقول له مثلا ايه اللي حصل معاك، ببدا اتكلم معاه بحيث ان هو يطلع الحاجات اللي هو حصلت معاه مع الدكتور القديم، بيبدا يقول لي مثلا يا دكتور حصل كذا 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 كذا، سواء الطفل مثلا او سواء بيتكلم، او ممكن مثلا يقول لي ايه مام والدته تبدا تحكي لي. الطفل ممكن ابدا اتعامل معاه، ببدا اقول له ما تقلقش خالص النهارده مش هنعمل لك اي علاج، هنبدا نتكلم معاك بس هنعرف بس الشكوى بتاعتك ايه او نعرف الالم بتاعك ايه بحيث نعرف مشاكله، وبعد كده نبدا نقول له ان شاء الله النهارده مش هنعمل لك حاجه، احنا هنعمل لك في الجلسه الثانيه بس هنديله هديه معاها بحيث يحس ان هو ايه، يقول لك ده الدكتور ده ده كويس جدا بدا يعاملني باسلوب محترم. تخيل انك ان انت بتطلع من بتطلع الفكره من جوه دماغ الطفل وتحط له فكره جديده. وفي حاجه تانية برضو ممكن اقولها، انا ممكن مثلا اقول لكم اذا تسنى لي ان في طفل مثلا موجود في العياده والطفل ده جه، ببدا احط الطفل ده مع الطفل الثاني وابدا اوريه ان انا بتعامل مع الطفل ازاي بحيث ان الطفل الثاني وهو بيضحك هتلاقي الطفل الثاني ببدا يشوف الطفل ده يقول لك لا انا عايز اتعامل معاه، وابدا يقول لك ان انا عايز اتعامل مع الدكتور، الدكتور ده كويس بيعامل الاطفال كويس، بحيث ان هو ايه يبقى حاجه كويسه. فعلا احنا لاحظنا من كلامك يا دكتور ان في صعوبه كبيره في تعامل نفسيه الطفل اكبر كتير من الاشخاص او الشباب الكبار. نفسيه الطفل دي يا ريت كل دكاتره مصر وكل دكاتره العالم تهتم بيها، مش في بس طب الاسنان، لا في كل انواع الكشف والاطباء، علشان خاطر الطفل دايما بيبقى عنده خوف من اي طبيب كان الاسنان او اي طبيب تاني. في طفل برضو احنا بنشوفه يا دكتور وانت برضو كنت حكيت لنا عليه قبل كده، الطفل اللي عنده سلوك عدواني او سلوك مختلف عن بقية الاطفال، اللي هو بيبقى حركته عنيفة، ده بيقعد طبعا على الكرسي العلاجي بشكل مختلف او ليه طريقة تخدير مختلفة انت كنت بتحكي لنا عليها. طبعا الطفل عدواني بيخش لك العيادة، طبعا ده يعني صعب جدا التعامل معاه، وكذا دكتور طبعا اكيد هو راح لكذا دكتور مش دكتور واحد بس، والدته بتبدا توديها كذا دكتور، هو بيجي عندك بيبدا يتعامل. انت عندك دلوقتي اللوكال انستيزيا اللي هو التخدير الجزئي تبع للسن، مثلا انا بخدر جزئيه معينه، ده الطفل المتعاون. الطفل بقى اللي هو مش متعاون ده بنبدا نحط له سيستم ثاني خالص، بيبدا يخش على جينال انستيزيا اللي هو التخدير العام، بحيث ان احنا خلصنا اسنانه كلها، احنا مطمن والدته بتقول لما بنقول لها ما تقلقيش خالص هو اسنانه كلها تخلص، بس محتاج ايه الام تبقى يعني ما تبقى قلقه، الطفل يبقى كويس في نفس الوقت، يبقى ايه قاعد حاسس بحاجه، ويبقى ايه اول ما يخلص سنانه هتحس ان هو يعني عمل انجاز، يعني والدته عملت انجاز حاجه يعني كويسه جدا ان الطفل يبقى مبسوط منها. اكتر حاجه مرعبه عند الاب والام ان الطفل يفقد سنته، وتبقى السنه ديت من الاسنان الدائمه، يعني مثلا بيجري بيلعب بينط في اي مكان بتبدا يحصل اي حركه غريبه فبيقع على سنته يفقد سنه او سنتين او يحصل كسر في جزء من السنه، ده بيحصل عند الام خوف وهلع رهيب، هل السنه دي ممكن تتعوض ولا لا؟ السنه دي هتطلع مكانها ولا لا؟ هل السنه دي ليها علاج؟ طبعا دكتور ايمن كان وصف لنا قبل كده فكره نقدر نوضحها للمشاهدين ان السنة اللي ضاعت لا ليها دلوقتي في 2019 بداية كده جميلة ان احنا نقدر نرجع السنة اللي راحت او اللي ضاعت او اللي اتكسرت ديت ليه يعني الفك او في فم الاسنان الطفل تاني. طبعا دي معلومة مهمة جدا ان الطفل مثلا وليكن كسر الحركة بيقعد يتنطط من كرسي لكرسي او يبدأ يتحرك، فتلاقي هو بيتحرك مثلا بعض الاحيان ومع النطة الغلط ممكن تلاقي وقع في الارض والسنة اتخلعت من بقه. طبعا بنعمل ايه؟ بنكلم الام، طبعا الام طبعا اول حاجه تبقى قلقانه جدا بتتصل بالدكتور، الدكتور بيبدا يوجهها ويقول لها انت دلوقتي هتعملي ايه؟ هتجيبي كوبايه لبن او تنضفي السنه كويس وتحطيها في كوبايه اللبن وتروحي عند الدكتور هيثبتها لك، بيثبتها يا اما بحشو ما بين السنتين او يحط واير ويثبت السنه عليه. احنا استفدنا جدا جدا من معلومات دكتور ايمن، ويكون يا رب مشاهدينا يكونوا استفادوا من معلوماتنا النهاردة عن طب اسنان الاطفال، وعايزين نوصل معلومة لكل ام ولكل اب ان يكون عندهم احساس او وعي للمسؤولية القوية تجاه اسنان اطفالنا. بنشكر الدكتور ايمن على المعلومات الجميلة دي، ونشكر مشاهدينا. وقبل الفاصل ايمن تقدم لنا نصيحة كده للمشاهدين.
طبعا بوجه نصيحه لكل اهل، طبعا بيبدا الام تهتم باسنان طفلها من اول ما هو صغير. لا من اول هو صغير بعمل له حاجه اسمها جام مساج، ان انا بخلي اللثه تبقى فيها الدم بيقدر يرجع لها تاني. طبعا بخلي الام مثلا تجيب القطنه وتبدا تمسح اللثه، بحيث ان ايه، ان الاهتمام باسنان الاطفال من هو صغير لحد ما هو كبير ده اهم حاجه عند الاطفال، بالذات 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 ان اسنان الاطفال دي ذات قيمه كبيره جدا. شكرا لمشاهدينا وشكرا للدكتور ايمن على معلوماته. وفاصل ونعود للفقره الثانيه في برنامجنا عاش الشباب. اول ما بنسمع كلمه عباده دايما دماغنا بتروح للعبادات اللي احنا عارفينها، زي الصلاه والصوم وصله الارحام وبر الوالدين. ورغم ان هي اجرها عظيم جدا وثوابها عظيم، الا ان هي برضو في عبادات تانية احنا بيكون عندنا غفلة عنها، ومن العبادات دي عبادة جبر الخواطر. ولما نسمع كلمة جبر الخواطر بيبقى ليها معنى عظيم جدا، معنى عظيم في الكلمة نفسها ومعنى عظيم في الفعل اللي بنعمله، غير انها بتغير شخصية الانسان من حالة سلبية للحالة الايجابية لو كان الشخص فاهم يعني ايه جبر الخواطر. بالظبط كلامك يا اسلام. وكمان كلمة جبر الخواطر دي كلمة كبيرة جدا وعظيمة، وهي عبادة عظيمة جدا، ولكن في ناس كتير بتكون عندها غفلة عنها. وخلينا دايما عارفين ان ممكن واحد يكسر بقلب حد بمجرد كلمة يقولها له. خلي بالك يا جهاد ان الكلمة نفسها ذات نفسها مش صمتة، الكلمة عبارة عن حروف، حروف بنكتبها وكلام مش برضو مش بنقوله، ولا كلام حروف ولا كمان حروف بنكتبها، اللي هي عبارة عن قوة فعالة ليها تأثير على الشخص، بما ان هي ترضي قلبه وترفع من عزيمته او ان هي تكسر قلبه وتحبط من عزيمته. خلينا متفقين ان جبر الخواطر ده حاجة بسيطة جدا، يعني انت ممكن تجبر بخاطر حد بمجرد مكالمة، بمجرد رسالة، بمجرد كلمة حلوة، يعني مش لازم تعمل حاجة كبيرة عشان تكون جبرت بخاطره. كمان في نفس الوقت لو احنا بنفكر في جبر الخاطر احنا بنفكر كويس قوي في الكلمه والفعل اللي بنقدمها للشخص، بنفكر كويس قوي للشخص من حيث ان هو ما تاذيهوش كلاما منا ولا فعلا مننا. خلينا برضو نرجع لقصه، قصه كده مشهوره تتكلم عن طفل في الابتدائيه. الطفل كان تفكيره يختلف تماما عن تفكير اللي حواليه. الطفل كان تفكيره نقول شويه ان هو مبدع، طفل كان خلاق انه يقدر يفتكر افكاره ويقدر يفكر في الحاجات اللي بيتقال له من الدروس اللي بيقولها المدرسين. المدرسين في الوقت ده كانوا فاكرين ان الطفل يعتبر غريب الاطوار او ان الطفل ليه كلام يعني مش منطقي خالص. الطفل شويه المدرسين مش استحملوه، او الطفل يعتبر بالنسبه لهم حاجه غريبه. فالمدرسه بعتت رساله للام، الام قرت الرساله بكت ودمعت. معلش يا اسلام يعني اسفه لمقاطعه كلامك، بس احنا معانا مداخله تليفونيه من الداعيه ايمن الهناوي واللي هيعرفنا اكتر عن موضوع جبر الخواطر. اتفضل. اهلا بحضرتك يا دكتور ايمن. اهلا يا استاذ جهاد، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ ربنا يعزك ويبارك فيك يا رب. اهلا بحضرتك يا استاذ ايمن. الله يكرمك يا رب. الله يخليك استاذ اسلام، ربنا يعزك يا رب العالمين. في الاول كده عايزين نفهم من حضرتك المنظور او اثر جبر الخواطر على الانسان من الناحيه النفسيه. صلى على نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قبل ما اتكلم عن منظور جبر الخواطر، تمام، احب اوضح في الاول ان جبر الخواطر ده عباده، تمام، وهننظر اليه منظور شرعي، والمنظور الشرعي دخلنا المنظور النفسي. تمام كده يا مولانا؟ تمام. فأنا عندي جبر الخواطر ده لما الناس بتقول عبادة بيتبادر إلى الذهن الصلاة، بر الوالدين، صلة الأرحام، كل دي عبادات لا نقلل من شأنها، ولكن جبر تمام. الخواطر من أفضل العبادات اللي بتترك أثر نفسي في نفس الإنسان اللي بيجبر الخواطر وفي نفس الإنسان اللي اتجبر خاطره. تمام. إيه الدليل على كده؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الجبر دي اسم من أسمائه، فقال هو الجبار. وانت عندك يا مولانا سيدنا سفيان الثوري قال أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله هو جبر الخواطر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. فجبر الخواطر من الناحية النفسية بتسيب أثر نفسي، والأثر بتاعها إن بتأدي الى الترابط والتوادد والتراحم، غير ان هي بترفع الناحيه المعنويه عند الانسان. تمام كده؟ تمام. ممكن يا دكتور حضرتك تقول لنا ازاي الواحد يكون عنده ملكه ان هو يجبر بخاطر اللي حواليه؟ الانسان يكون عنده الملكه ديت مش هتيجي غير من التدريب، والتدريب دي ان هو لازم يلازم تقوى ربنا سبحانه وتعالى.
وهو اصلا ربنا سبحانه وتعالى هي مش انت اللي هتدور عليها، هي ملكات ربنا بيفتح بها على الانسان. كل واحد ربنا فتح عليه بحاجه معينه، في واحد ربنا فتح عليه بالصوم كل ما تشوفه تلاقيه صايم لدرجه تقول ان هو دايما بيصوم. كل واحد في واحد كل ما تشوفه تلاقيه في المسجد حتى تظن انه ملازم للمسجد ليل نهار. هو ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على كل واحد في عباده معينه، لكن من اراد هذه العباده يتدرب عليها وان هو يحاول دايما ان هو يفعل الخيرات. بنشكر حضرتك جدا دكتور ايمن الداعيه ايمن الهناوي، شكرا على المداخله لحضرتك. شكرا لحضرتك دكتور ايمن. نكمل قصتنا، المداخله دي كانت جميله جدا، فيها استفدنا قد ايه ان الجبر الخاطب من اعظم العبادات عند ربنا، رغم ان هي خفيه لكن هي ليها دور كبير جدا وفعال على الانسان، ان هي تبني في شخصيته وبتشكل في شخصيته، ان هو يقدم اقصى حاجه عنده في ان هو يجبر اللي قدامه سواء ليه لنفسه او للي قدامه. ومن ابسط انواع جبر الخواطر ان الابن يجبر بخاطر امه، وان الزوج يجبر بخاطر زوجته ولو بكلمه. لو كنا احنا عندنا نفكر في الام اللي بتتعب في البيت دايما، ان هي بتقف دايما لاولادها، من القصه اللي هحكيها دلوقتي واكملها ليكم، قصه الولد اللي هو كان في الابتدائيه اللي هم افتكروا ان هو غريب الاطوار، الام ذات نفسها لما فكرت الجزء لما قرت الرساله اللي جات لها. معلش يا اسلام، معانا مداخله ثانيه من فضل. دكتور اسلام استشاري الصحه النفسيه، اهلا بحضرتك يا دكتور. وكمان في نفس الوقت لما عبال المداخله الشباب الاعدادي ظبطوها، الام جات لها الرساله دي، جات لها رساله ان الطفل بتاعها طفل غريب الاطوار وغبي، وان هو ما يقدرش يأدي كويس قوي في المدرسه، فمن النهارده ما يحضرش. الام طبعا بكت، الطفل بيسالها في ايه؟ في ايه يا امي؟ فسالته انت المدرسه بعت رساله بتقول انك انت انسان عبقري وانك انت انسان مبدع، فلازم تنتقل من المدرسه. طيب معانا دكتور اسلام استشاري الصحه النفسيه، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله. عايزين نعرف من حضرتك ايه مفهوم جبر الخواطر من المنظور النفسي؟ طبعا موضوع جبر الخواطر ده موضوع يعني جميل، من المواضيع اللي هي بيتناولها الدين والعلاقات الانسانيه، اما من ناحيه منظور العلم النفس هو بيسمى في علم النفس حاجه اسمها الدعم النفسي، سايكولوجيك سبورت. دعم النفس ده مطلوب لينا في كل نواحي الحياه الاجتماعيه، نادي الانشطه اللي احنا عايزين نعملها ونفعل الافكار اللي احنا عايزين نعملها. الدعم النفسي من اهم الاشياء اللي مفترض تبقى في حياه الفرد، حياه الاسره، حياه المجتمع، علشان الام محتاجه ان هي تدي دعم لنفسها عشان تقدر تدي دعم نفسي لاولادها، الاب عاوز دعم يدي دعم للابناء، الانسان يدي دعم للمجتمع اللي حواليه واشخاص اللي حواليه. فالدعم النفسي دوت هو جبر الخاطر، لازم الانسان يبقى عنده قدره على ان هو يدي دعم لنفسه ولغيره بالابتسامه، بالكلمه الطيبه، بالاسلوب الحسن، بالمعامله اللي فيها نوع من انواع الابتسامه المستمره. ما يكونش اناني، ما يكونش اناني في افعاله وافكاره. معايا حضرتك يا فندم؟ معاك ما يكونش اناني في الافكار او في افعاله. احنا عندنا بس يعني هو في حاجه بسيطه كده، لو هنختصر موضوع جبر الخواطر هنقول ان جبر الخواطر هو الدعم النفسي بيساوي كلمه حلوه زائد ابتسامه يدينا جبر خواطر. يعني ده ابسط حاجه في جبر الخواطر في علم النفس، هو الدعم النفسي كلمه حلوه زائد ابتسامه، ابسط ما يكون بيدي جبر خواطر في الكلمه الحلوه والابتسامه. بنشكر حضرتك جدا دكتور اسلام، بنشكر حضرتك على المداخله وان شاء الله تكون معانا في حلقات تانية. شكرا لحضرتك يا دكتور اسلام. وبكده احنا وصلنا لنهايه فقرتنا النهارده، نتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها وان كل حد يطبق جبر الخواطر في حياته، وخلينا دايما عارفين ان اي حد بيجبر بخاطر حد ربنا هو اللي بيرجع وبيجبر بخاطره، فتخيل بقى ان ربنا هو اللي بيجبر بخاطره. ولو شفت انسان زعلان خليك معاه، ولو شفت انسان منطفي دايما فكره انك انت اغلى حاجه في الدنيا، وان دايما نفسيتك او انك دايما النفس بتاعك غالي عندك عند ربنا. شكرا ليك يا اسلام. وبكده انتهت حلقه النهارده، نشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج عاش الشباب كل يوم حد الساعه 8 صباحا. عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش الشباب اللي بيبني بعرقه مجده، عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها
عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب، عاش الشباب.